السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، ناشطين؟ واش كتعودوا؟ كل شي بخير الحمد لله. اليوم بما اني وعدتكم غندير معكم هاد لا سيمين ان شاء الله طويجنات، اليوم كنت غندير معكم واحد الطاجين ديال الخضره. من بعد ملي خرجت نتقدى لقيت السردين اللي هو طري وزوين، قلت علاش ما نتشاكش مع البنات الطاجين ديال السردين والطاجين ديال الخضره نخليهم من بعد، واخا اني عارفه بان رفيت فيا درت معكم الطاجين ديال السردين، ولكن غادي نتشاركوا معكم بسرعه باش نبقاو غاديين في الريتم اللي قلنا في بدايه هذا الاسبوع. اول حاجه كناخذ الطاجين ديالي، ها هو درت فيه طوماط سيريز، ها نتوما كما قلت لكم غنتشارك معكم بسرعه لان اللي بغى داكشي بالتفاصيل يرجع للفيديو ديال الطاجين ديال السردين راه غيلقى فيه داكشي كله بالتفصيل. المهم هنا خديت مطيشه ديالي، هنا كناخذ هاد الطوماط سيريز، ها هي شفتوها قطعتها غسلتها مزيان وقطعتها على جوج، ها هي درتها هنا ودرت عليها حكيت عليها واحد مطيشه وشويه ديال الربيع ودرت شويه ديال الزيت نباتيه، شويه ديال الملح وشويه ديال البزار وشويه ديال الخرقوم عرق وشويه ديال التحميره، غير شويه ديال التحميره، ودرت واحد الرشيشه صغيره ديال الثومه، وهكا وشعلت ليه البوطه وخليته هكا طيب ديك لاصوص مزيان. المهم انا اللي درتها في هذا النهار ها نتوما معايا، طيب هذا لاصوص ديالي ونرجع معكم. هاني رجعت معكم بعد ما ديك لاصوص شويه شدات في راسها هكا وطلقات بدات كطيب داك الطياب، ها نتوما كنخليها هكا على هذا الشكل. نغطي الطاجين ديالي خليه مازال يطيب شويه، راني ناقصه هنا راه خديت الحوت كما كتشوفوا راه غسلته ونقيته مزيان على هذا الشكل هكا. ما غاديش ندير معاه انا هذه المره الرز حيت داك الفيديو الاولاني كنت درت معاه الرز، طلقت الرز زدتو عليه، لا ما غنديرش معاه الرز، غنخليها كيتقطر واحد شويه تيتقطر، وناخذ الماكينه نطحنو مزيان وندير على شكل كويرات ونستفهم في داك الطاجين ديالي هكا وحده حدا وحده. ومن بعد غندير شويه ديال الفلفله من الفوق خضراء وحمراء على حسب كل واحد شنو عنده الالوان ديال الفلفله، راه كيبقى لكم الاختيار. نستفهم كاملين وندير واحد مطيشه من الفوق وشويه ديال الحامض وشويه الزيتون. انا دابا كما قلت لكم غير تشاركت معكم باختصار لان فايت فيا حطيت هذا الفيديو ديال الطاجين ديال السردين، غدا بحيت اليوم غادي نديرو قلت نعاود نتشاركو مع البنات اللي ما شافوش الفيديو الاولاني. المهم ونرجع معكم. الطاجين ديالي ها هو ملي درت فيه ديك الكفته ديال السردين كما قلت لكم راه طحنتها ودرت لها شويه ديال العطريه وشويه ديال الثومه وشويه ديال الربيع وخلطتها مزيان. بعد ما طحنات خلطتها مزيان ودرتها كويرات ودرتها في الطاجين، درت عليه شويه ديال الفلفله خضراء وشويه ديال الفلفله حمراء دواور وشويه ديال الزيتون وفلفله حاره وشويه ديال الحامض، صافي وخليته. دابا غنغطيه ونخليه منقوص عليه حتى يوجد ونشوفوا ديك الساعه الطبق النهائي باش نقول لكم واش غنوجدوا ان شاء الله الكوتي تا هويا. وها نتوما معايا، هاني رجعت معكم بعد ما طابت الغداء ديالي، راه كيجي على هذا الشكل هكا الطاجين ديالي ديال السردين الكفته راه كيجي هكا. المهم راه كتنقصوا عليه كما قلت لكم وكتخليوه حتى كيتعسل حتى كيتعلق ليه المكونات اللي فيه وكيجي خاطر وناشف. صحتكم وراحتكم. المهم دابا نتغداو ونرجع معكم باش نشوفوا اشنو غنديروا للكوتي، لان بصراحه باقا عندي الكيكه اللي حطيت لكم البارح في الليل باقا عندي، ما بغيتش الا صوبت حاجه اخرى ما غاديش تكال. غادي نعجن غير الخبز مخمر، ما غاديش نبارطاجي معكم حيت فايت فيا بارطاجيته معكم، وغنوريكم واحد الطريقه اللي تنسمو بها الخبز باش يبغيوه الوليدات ويتكال لكم. شكرا. هاني رجعت معكم حبيباتي بعد ما تغدينا وارتاحت واحد شويه، جيت باش نتشارك معكم كما قلت لكم الكوتي، بما ان باقا عندي الكيكه ديال الشوكولاط اللي حطيت لكم البارح في الليل، قلت ما نديرش شي حاجه اخرى اللي غادي ما غاديش تكال ليا مازال وغادي نضيعها. اول حاجه عجنت الخبز ديالي، ها هو راه خليته خمار انا كنطيب فيه، وعندي هاد الباغيت بقى ليا وغنوريكم واحد الفكره باش تاهو تستغلوه وتقدموه للوليدات الصغار بواحد الطريقه اللي زوينه وكيبغيوها باش يتكال ما يبقاش.
ممكن كنحتاجو شويه معلقه كبيره ولا معلقه ونص ديال الزبده، شويه ديال الربيع، وهذا وفرماج احمر يا موزاريلا يا ايدام يا اللي عندكم ماشي مشكل. ناخذ شي بول كبر من هذا، هذا غيجيني اخر صغير. ها هو انتما كناخذ داك الباغيت اللي عندي كنقطعو مرصوات على هذا الشكل هكا، نتمنى يكون واضح لكم. ها هو نقرب لكم هذه والطبوط ديالها، وكما قلت لكم في نفس الوقت هو كيطيب كما كيقولوا نضربوا عصفورين بحجر واحد. خصنا نتعلموا واحد القضيه، ملي تكون عندنا الحاجه نخليوها باش ما نضيعوهاش ونصوبوا ثاني حاجه اخرى كيولي تما الاسراف ما كيبقاش. هكا ناخذ معلقه ديال الزبده على حسب، نزيد مثلا هاد شويه هكا انتما، ندير معاها شويه ديال الربيع تقياس ديال الربيع. الى عندكم طري ديروه، انا ما توفرش عندي، غندير هذا لي كونجلي. غسلي ليا نخليهم يتلقوا واحد شويه تطلع ديك الزبده مع هذا الربيع، وغنزيد عليهم واحد ثلاثة دروس ديال الثوم، ماشي غنزيدهم، غنقي واحد ثلاثة دروس ديال الثوم وغادي نحكهم فوق دوك ديالي. المهم طلق هاد الزبدة وهاد الربيع. كيما قلت لكم يا كتاخذوا هاد الثومة وكتحكوها على الخبيز على هاد المرصوات، المرصوات ديال لي باكيت، ولا كتحكوهم. انا غنفضل نحكهم بحال هكا باش نخدمهم هما وهاديك الزبدة والربيع هكا. جوج دريسات باش ما تجيش هاني مجهده، هي كتعطي واحد النسيمه زوينه هكا. تنحكهم بجوج ديك الحكاكه الصغيره بيدها غسلي ليا نفس الوقت. كيما قلت لكم راه الطبوط ديالي راه كيطيب، هاهو طيب طيب نبارطاجيه معاكم. غناخذ هذيك الزبده مع هاد، نتوما نقرب لكم الكاميرا شفتوا ها الزبده مع هذا الربيع مع الثومه، كنخدمهم بحال هكا. كناخذ هاد الخبيزات ديالي وكندهنهم هكا بشويه، راه كيبغيو شويه ديال الخطر وكيبغيو شويه ديال الوقت، ولكن ماشي مشكل. نتوما نتمنى يكون كل شيء واضح. هادي غير فكره بالنسبه اللي كي يبقى ليه لي باغيت ولا الصباح ماشي يديرهم هكا الكوتي راه كيتكالو مزيان بواحد النسمه ديال الثومه والربيع والزبده، وكديري فوق منهم الموزاريلا ولا الفرماج الاخر ادام ولا اللي عندكم، ماشي بالضروره المهم يكون فرماج هكا. نتمنى يكون كل شيء واضح، تكون الكاميرا شاده لكم مزيان. اسمحوا لي هكا تندهنهم كاملين بهذا الشكل. المهم انا غنبقى غادا بهذا الشكل هكا حتى نكملهم كاملين، ونعاود نتلاقى معكم باش نوريكم الشكل ديالهم. ها نتوما كما كتشوفوا بعد ما دهنت هذوك المرصوات ديال لي باغيت ديالي وبداك الخليط ديال الزبده والثومه والربيع، دهنتهم مزيان، رشيتهم بشويه ديال الموزاريلا. ها نتوما كما كتشوفوا ها نتوما الفوق، وبالنسبه للمخمر ديالي ها هو راه كيطيب. ها نتوما كيفاش كيجي، كيجي من الفوخ على هذه نتوما شفتوهم. نطيب المخمر ديالي، وبالنسبه لدوك لي باغيت ديالي غندخلهم للفران، نشعل لهم غير من الفوق باش تذوب شويه ديك الزبيده وهذا، ويتحمر شويه داك الفرماج، ونتلاقى معكم في الطبق النهائي. المهم بعد ما طابوا هذوك لي باغيت ديالي اللي دهنت بالزبده والثومه والربيع، هما كيجيو على هذا الشكل هكا.
هانتوما نتمنى يكونوا واضحين، والبطبوط ديالي ها هو تا هو كيجي على هذا الشكل. بالصحه والراحه، وهنا غادي نسد معكم هذا لا فيديو. ما تنساوش تخليوا لي واحد اللايك وتدعموا لي القناه ديالي وتبارطاجيو لي فيديو مع الاهل والاصحاب. والى فيديو لاحق ان شاء الله، وشكرا.